وسهلا بكم فيديو جديد. من وين وين احنا هسه؟ شوف الكاميرا اوب. احنا حاليا بشارع الادراك وصلنا السونة. السلام من عليكم. ايش طالع اليوم حمودي؟ حياتي والله طالع يا واحد تويرات ما في شر. هلا وين شوي بس راسه الصاعد النازل يعني ترى. هلا ابادر يا اخي طالب لي فلوس شلون جاي بعدني ما واقف اداخل لي نفس انا هو. يلا هي لا يا حمودي وحميد الغالي شو جاتي حاطهم بوري. اسرع نزلهم ذن جاهزة احتياط اي شيء يصير. شلون يعني ما حاطه كاميرا ومصور لايف تقريبا؟ انا بث مباشر حاليا فاش تقريبا طاب خشمي. يلا اقول لك اللي يقولون سوي دوسه ما خاب خلينا ننزل ويانا. يلا ندوس عادي ندوس. موسينج جيتي مال سيد امير وحسين عكراوس كاتفات. الو سيد الو يا ابو سيد. ايش قد يعطيك على 8 سنتر؟ اذا سيارتك مثلا 400 حصان يعني اللي معروف يعني اللي شفته حسب الولد حسب الموقع مالتهم هم تمام. أفوان يصعد 440 تقريبا هورس يعني باور. بس هاي على حسب الهورس باور اللي عندك 300 هي كلها 140 بس كيت كامل يجي انتر كولر رولر وايش بس مو زي التيربو اسهل صح؟ لا مو التربو صعب بس بالنسبه للباوع للدوج عموما او الامريكي التربو ناجح بيه سوبر ناجح بيه. لذلك شوف مكان الامريكي فيها متوجه وين على السوبر لان السياره من قاعها بيها لاق صحيح يعني السياره من قاعها بيها لاق بيها صفنه زين. اذا حط لها الثروتر كماندر ما يستوى سيجاره شباب الى هنا ادري مو واضح الفيديو بس تعال خلينا على لايف مال نور استاذ نور ما مبينه بس الحين ما في شباب الى هنا ننهي الفيديو قصير مال اليوم ليش لايك واشتراك للقناه ما اوصيكم وهذا الويل ما ترمش طين رماش اظافر حيو وداعي 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 شباب باي باي.